السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير للقدامى وشكرا جزيلا لمن حضر وأهلا وسهلا فيكم معنا في الورشة التدريبية الثانية من أسبوع استدامة الأعمال في البداية أحب أشكر جزير الشكر مركز دعم المنشآت على هذه الورشة التدريبية المقدمه في وقت الازمه وما قبل الازمه تبارك الرحمن جهودهم دائما مشكوره ومذكوره يعني فريق العمل دائما جبار في صنع البرامج التوعويه والتثقيفيه والتمكينيه لرواد الاعمال فنتمنى فعليا انه احنا نستفيد الاستفاده الكبيره من هذه البرامج التدريبيه. قبل لا ندخل خلينا كذا شويه ندردش مع بعض بقرابه اللي هي دقيقه الى دقيقتين في كيفيه اللي هي الاستفاده من مزايا او عناصر هذا هذا القاعه التدريبيه، في موجود عندكم اللي هي باسفل الشاشه او ممكن تكون عندكم اللي هو بالعاده بالاسفل، في عندكم اللي هي عده عناصر، نتمنى انه في عندنا عنصرين نستفيد منهم اللي هو عندكم الكيو اند اي، نتمنى الحين نتفاعل فيه شويه ودي اشوف من اللي موجودين معنا وش هي المنشآت اللي موجودة والنقطة الثانية في حال أنه كان عندنا أي سؤال وفي تأييد في عندكم اللي هو الهند نتمنى اللي هو ضغط عليه بحيث أنه إحنا نشوف عدد المؤيدين عندنا أو عدد المعارضين وبإذن الله أنه ما راح نتعارض وإن تعارضنا دائماً الاختلاف جميل ومطور خلنا نأخذ معاكم في الأسئلة والأجوبة إيش هي الأشياء آه اللي انتم صنعتوها داخل منشاتكم خلال هذه الازمه، يعني احنا دائما منشغلين بما يخص اللي هو الاعمال الروتينيه او الاشياء اللي هي التقليديه، فممكن يكون عندنا خطه اللي هي نمو اعمال وفي احيانا لا يكون عندنا الامور اللي هي التقليديه ما هي بجالسه تعطينا مساحه شاسعه من خلينا نقول من التغيير، فالا ما تكون هذه الازمه احدثت فرق مره كبير عندنا لانه صار في عندنا سعه من الوقت، صرنا اجبارا لازم نقعد ونركز فاحيانا القعده هذه ما تكون سلبيه بالعكس بتكون اللي هي جيده اوكي ماجد يقول لكم تقليص الارباح اوكي تقليص الارباح هذه من الاشياء اللي اللي انتم سويتوها احنا نبغى الاشياء الجيده اللي سويناها وتقليص التكاليف بقول لك صح برافو عليك، اوكي تفصيل الخطه الاستراتيجيه والخطه التشغيليه، يا سلام عليك يا يوسف، اوكي نقطة مرة ممتازة انه احنا نفكر بهذا الموضوع، انه احنا دائما عندنا اوكي اهداف بس انه صايرين اللي هو مستعجلين فيها، تغيير الاستراتيجية، يا سلام عليك يا خطة نمو الاعمال، انا انا عاجبني الاسم يا ناصر، اوكي جيد كمان، وش الاشياء اللي انتم سويتوها خلال هذه الازمة واحد يعني حسيتوا انها احدثت فرق مرة جدا كبير، غيرتوا الخطة التسويقية، يا سلام يا رهف اوكي وهذا من النقاط اللي لازم احنا في بالنا يعني كل لكل زمن ترى له خطه اللي هي مختلفه اوكي كمان وش الاشياء اللي انتم سويتوها؟ البقيه ما شاء الله ما يقارب اللي هو فوق المئة اللي موجودين عندنا، اوكي استفدت اخذت دورات تطويريه واستشارات اونلاين وانا من وانا مو من سكان الرياض انتم المحظوظين تبارك الرحمن من موضوع الاونلاين اوكي نتمنى انك حضرت برامجنا في مركز دعم المنشات دراسه الدعم الحكومي وشرحها للزملاء والاستفاده من تطوير السلام عليك يا تامر او ثامر طيب حلو بدات في التوجه لعمل متجر بعد الازمه ممتاز نتمنى انك تشاركنا تجربتك كيف توجهت للمتجر واي اي الجهات وكيف شفت الفرق ما بينهم لو موضوع يا ماجد صيانه المكائن آه، أوكى مرة جميل تغيير نموذج العمل تغيير نموذج العمل من أشياء لازم نسوي عليها أبديت وإحنا خذيناها في يوم الأحد اللي تغيير نموذج العمل في وقت الأزمات يا سلام والله في انجازات جدا اللي هو آه، عالية آه، ترتيب الأولويات ممتاز إعادة هيكلة وغربلة المشروع قد في الآخرين فعليا ترى في انجازات جدا عالية فاللي ما تحركوا إلى الآن جميل نحن إحنا نتحرك في هذا الموضوع أنا افتح جامعة وش يا عبد الله الجامعه اللي انت فتحتها؟ خلينا نلتحق فيها اذا في عندك تخصصات غير موجوده في الجامعات السعوديه. تدريب ومحاضرات اونلاين في الفنون والثقافه، جميل. التواصل مع الموظفين وشرح الوضع الراهن وكسب ثقتهم وولائهم للوقت الحالي ووقت الازمه. اهنيك يا خطه نمو الاعمال. انا يعجبني الشخص هذا في كل ورشه تدريبيه جالس يدخل في اسم الدوره. جميل. اتفقت مع مؤسسه لبرمجه التطبيق وبدات في فتح متجر في سله والاشتراك مع اوبر للتسويق للتوصيل يمكن ما فهمت أوبر كيف دخلت في التسويق تحديث وإضافة خدمة جديدة رغم أننا مقاولات حلو خلينا نشوف إيش المجال أنت توسعت لي عندي مشروع منصة أحتاج دعمكم لأني ضايع بإذن الله ما في أحد ضايع في هذا الموضوع إحنا دايما نقول كل ما كان فضول معرفي عالي كل ما كان أسهل لنا طيب في عندنا هنا مادة دسمة يقول لك للأسف تم إيقاف النشاط التعليمي للأطفال إيش العمل طيب او وضع خطه تسويقيه جديده طيب في هذه الورشه شكرا جزيلا لجميع تفاعلكم للأمانة يعني أنا دائما أقول الفترات الظهر الورش التدريبية دائما فيها تعطيني انطباع لا الشات ما, ما, ما أبدا أنا بس على فقط اللي هو الـ Q&A فترات الظهيرة يعجبني في دائما فيها موضوع اللي هو التفاعل إنه يعني كيف إحنا جالسين نستفيد فعليا بشكل اللي هو جدا عالي شكرا جزيلا لكل من تفاعل معنا في هذا الموضوع خلنا ندخل على ورشتنا التدريبية وراح نطلع اللي هو على الأسئلة. إلى في آخر البرنامج التدريبي حنتكلم عن خطة نمو الأعمال في البداية كذا بريف صغير جداً اللي هو عني معكم أختكم سارة الحربي أنا مستثمرة في مجال اللي هو التدريب مدربة في مجال إداري والمالي أيضاً مطورة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لقرابة اللي هو العشر سنوات في مجال اللي هو التدريب أو حتى كمان اللي هو مجال الاستثمار خلينا ندخل على محاورنا حنتكلم عن خطة النمو للأعمال خطة التلاشي للأعمال حناخذ اللي هي النقاشات العامة والأهم منها وش المراحل اللي أنا مفترض أنه أدقق عليها وفي أي مرحلة أساساً أنا أنمو في أي مرحلة مفترض أنه أنا أتلاشى خلينا نبدأ على نقطة مرحلة النمو وش هي أساس مرحلة النمو أو وش أهمية أنه أنا أصنع خطة نمو موجودة عندي في كثير من الأشخاص لما يجون في البرامج التدريبية أو حتى لما تكون في استشارة أو في أي حديث أسألهم طيب في حالك أنت نجحت ايش بتسوي؟ يقول لك نجحت، طب بتبيع؟ لا ما ابيع، طيب بتقفل؟ لا، طب بتفتح فرع ثاني؟ لا والله كذا وضعي جيد. فوش اهميه انه انا اصنع لي خطه نمو؟ في اشخاص لا بالعكس يقول لك انا بسوي كذا وكذا وكذا وحاط لك التفاصيل الممله. كل ما كان عندك خطه نمو واضحه الى وين حتوصل لما انت تنجح نجاح مره ممتاز او وش حتسوي لما انت تفشل؟ كل ما انت حميت نفسك. وعرفت انك حتطلع من هذه التجاره او من هذا العمل بشكل جدا مربح يعني في حال انه انا جتني الازمه هذه او في حال انه انا خلاص الازمه هذه الحمد لله فيها دعم حكومي فيها اشياء اللي هي جدا ممتازه وعدنا اللي هي ترتيب اولوياتنا وعدنا خططنا وعدنا اللي هو موضوع الدمج مثلا اللي هي الانشطه والتقليل اللي هي التكاليف الثابته فصار عندنا اشياء جيده اوكي خلتني اني انا اعيد هذه المواضيع طيب ما بعد الازمه لازم يكون عندي خطه نمو، وش بسوي انا؟ يعني وش الشيء اللي انا راح أعمل الاستراتيجيه اللي انا راح اعملها بحيث اني انا اصعد او اني انا اوقف وانا ناجح. يعني البيع مو دائما يعتبر بالنسبه لي خساره، ممكن البيع بالعكس بالنسبه لك ربح اللي هو جدا عالي، بلاس اذا انا حطيت لي خطه نمو ايا كانت خطط النمو، ايا كانت الاستراتيجيه اللي انت تبغاها، فمعناته انت حتحمي قيمه الاعمال التي انت قمت ببنائها، وش معنى هذا الكلام؟ كثير من الأنشطة الخدمية تقوم أساسا أصولها على الأشياء الفكرية يعني لنفترض أنه أنا مكتب تدريب دعاية وإعلان استشارات دراسة جدوى مكتب هندسي أيا كان هذه الأشياء اللي أنا أقوم فيها كلها أشياء فكرية طب في حال أنه أنا خسرت ما في أصل أقدر أبيع ماني بزي المنتجات من زي المقاولات عندهم مثلا معدات يقدرون يبيعونها ويستفيدون منها لا أنا عندي أشياء فكرية فكيف أنا أحمي قيمة الأعمال هذه كلها لابد لها استراتيجية معينة أنا أصنعها عشان المنشأة اللي أنا سويتها أو الأفكار اللي أنا وضعتها فيها كلها تكون اللي هي جيدة طيب نقطة رقم ثلاثة في أشخاص كثير أسألهم هل أنت بعد عمر طويل للجميع سواء صار لك ظرف معين أو انتقلنا إلى رحمة الله أو أي آخره وش بتسوي عشان أنت هذا أو سافرت أو أي شيء مو شرط أنه يكون اللي هي أمر اللي هو سلبي ممكن يكون اللي هي أمر إيجابي انشغلت أنت بتجارة أخرى كيف أنا زي ما يذكرون اللي هم بعض اللي هو المحاربين والصامدين في التجاره يقول كيف انقل الرايه واعطي الرايه من مني الى الشخص اللي بعدي عشان هو اللي يجي الشخص اللي يحارب ما بعدي كيف انا اضمن انتقال اللي هو سلس وش الاجراءات السليمه وش الاستراتيجيه اللي انا وضعتها عشان يكون الانتقال من خطوه الى الثانيه امر جدا ممتاز طيب احنا نعرف في العمل الحر انه ما في عندنا مصدر دخل ثابت فخطة نمو الأعمال لما أنا أضعها إحنا إلى الآن جالسين بس نعزز أنه لازم أنت تضع لا يصير موضوعك أنه أنا ما أحط خطة طب في حال أنه أنا بعدين كبر النشاط لازم يكون عندي دخل محتمل سواء أنا تقاعدت أو انشغلت أو إلى آخره ما يكون هدفي يوميا أنه أنا كيف أجيب اللي هي الكاش أوكي حلو تعليم أحد الأبناء اللي هي مهنة والد هذه نقطة في أحيانا الأبناء ما يحبون طيب انا كيف بيكون عندي؟ كيف بيكون عندي اللي هي الانتقال اللي هو بشكل جيد؟ بس تعزيز القيمه المستقبليه لعملك. لما انا احط في بالي انه انا ببيع مو معناته اني انا بتراخى، لما انا ببيع معناته انه انا بعطي افضل ما عندي عشان لما ابيع ابيع بقيمه جيده. ما راح ابيع بقيمه عاديه، ما في احد بيشتري مشروع تو الى الان مبتدئ. فلما انا احط في بالي انه انا تكون عندي شراكه او اندماج او الى اخره او علامه اللي هي امتياز فمعناته انه انا حعزز القيمه وحتكون عندي اللي هي جهود بالعكس مضاعفه اكثر من انا لا حستمر على نفس اللي هو النشاط اللي انا موجوده فيه الان. بلس انشاء اتجاه استراتيجي انا عارف بالضبط وين حاصل. اكثر شيء احنا نعانيه لما نحط راسنا على المخدة أو لما نفكر بيننا وبين أنفسنا أو لما يجينا سؤال تقليدي موجود من عشرات الأزمان من أنت بعد خمس سنوات من أنت بعد خمس سنوات أو بعد عشر سنوات هذا أنشاء اتجاه استراتيجي أنا بعرف وين بروح زي لما أكون والله بركب السيارة طبعا ما قبل الحظر عشان ما نعطي مثال يعني كذا شوية غير غير مناسب لنفسياتنا خلال هذه الفترة لما أكون راكب السيارة وبسافر بس ماني بعرف وين بسافر بيضيع فيني الطريق كل شوي بمسك مخرج لحد ما اصير اروح المنطقه يمكن انا ما ابغاها ولا هي مناسبه لي لكن لما انا اعرف بالضبط وين حسافر وش الموارد اللي انا احتاجها والى اخره بيكون الموضوع اللي هو بالنسبه لي جيد ويكون اللي هو بالنسبه لي سلس خلنا ننتقل الى مراحل المنشاه بحيث انه انا اعرف في اي مرحله انا انمو او في اي مرحله انا مفترض انه انا اطلع ما راح اركز عليها بشكل كثير لكن بشكل سريع بمر عليها مرور الكرام لانها مرتبطه في موضوع اللي هي خطه نمو الاعمال. اي منشات تمر في سبع مراحل اساسيه مرحله الفكره وهذه من من اهم المراحل اللي يكون فيها الاندفاع مره عالي وفيها النمو جدا عالي وتكون خططك بسوي وبفعل وبندمج مع ناس وبجيب شراكات وبدخل مستثمر معاي والاسبوع القادم ان شاء الله عندنا اختيار اللي هو الشريك الناجح بتسوي اشياء مره كثير مرحلة الفكره دائما يكون عندك خطط النمو واضحه وسهله وسريعه فمهم جدا انه في مرحله الفكره انت لازم تجرب كل شيء انت تبغى تسويه عشان يعني خطه النمو عندك تكون اللي هي جيده. المرحله الثانيه من المشاريع انه ما صارت فكرة أنت فعليا بديت تشتغل بس لوحدك وهذه من المراحل اللي شوية يكون رائد الأعمال متأزم فيها نفسيا ويحس أنه هو بطل رواية البؤساء ويحس أنه هو إنسان مكافح وما حد يسأل عنه وهو يعني شخص مرة مجهد في هذا الحياه وهذا الشعور جدا طبيعي واحنا دائما نقول في هذه المرحله ما حك جدك ما ضفرك انا مريت فيها هذه المرحله واحنا طبعا يا السيدات اذا كانوا موجودين معنا سيدات احنا شويه دراما زياده نحس انه كذا الموضوع مره يعني بالنسبة لنا اللي هو جدا قوي عاد ما أعرف إذا اللي هو معشر الرجال نفس هذا النقطة أو لا لكن في مرحلة البدء فعليا تكون عندنا الأزمة النفسية وأنك أنت تحس أنه كل الوقت عليك كل الضغط عليك تقضي ساعات اللي هي جدا طويلة في أحيانا أشخاص ينقلون اللي هو المبيت حتى عندهم اللي هو للمكتب تلقاه طول الوقت وهو طالع برا في هذا الموضوع أساس كذا مجال الحظر الآن حس أنه في فراغ مرة كبيرة اللي هو في حياته لما تكون في هذه الدوامة تكون عندك الانتقادات مره بسيطه ما تحس انه في شيء فما عندك خطه نمو بالعكس انا اموري ماشيه فما تكون الرؤيه اللي هي بالنسبه لك واضحه لما تدخل في مرحله مبكره هنا لازم انا احط لي خطه نمو جيده او خطه تلاشي اللي هي جيده ممكن احيانا في مرحله البدء ممكن احيانا في اشخاص يطلعون اللي هو من السوق مرحله المبكره انه انا يزيد عندي ابدا اوظف ناس ابدا انه انا استقطب اللي هي موهوبين وموهوبين هذول كل شوي يتغلون علي ويروحون فيه منتجات جديده فيه عملاء جالسين يتمسكون معي فهنا تصير كذا عندي نشوه اللي هي رياده الاعمال وانا عندي طموح أنا عندي انه انا اكبر هذا الكيان وانه انا اشعر انه احد افراد عائلتي وما اقدر استغني عنه وخطر جدا انه هنا في مرحله اللي هي المبكره اني انا افكر اللي هي في البيع لانك انت ممكن تفكر في البيع بشكل عاطفي اكثر انه خلينا نقول تحس احيانا انك انت مايل انك تبيع واحيانا انت لا غير اللي هي متقبل هذه الفكره حتى دخول شريك بالنسبه لك اللي هو امر جدا صعب، في مرحله النمو هذه من من افضل المراحل اللي انت لازم تفكر فيها في خطه النمو، هذه افضل مرحله هي ومرحله اللي هي النمو السريع، لازم انا افكر انه يا انا ابيع يا اعطي علامه امتياز يا انا استحوذ على شركه او اخلي شركه كبرى تستحوذ علي في النمو يصير فيها اللي هي ازدهار في احد القصص الشويه اللي تبين انه رائد الاعمال اذا ما كان عنده خطه كيف انه ممكن تفوت اللي هي عليه فرص خاصه انه في وصف هذه المرحله يقول لك انه هناك زياده سريعه في الموظفين الجدد والزبائن والمستثمرين فكانت في احد صاحبات اللي هي المطاعم او مؤسسات اللي هي المطاعم في احد المناطق في احد الدول الخليجيه كان في عندها ازدهار ونمو جدا عالي اللي هو في موضوع اللي هو الطلب ما في ابدا اي مرحله يا بندر ما في مراحل معينه لكل او وقت معين لكل مرحله على حسب اللي هو نشاط رائد الاعمال فكانت هذه السيده السعوديه عندها ما شاء الله نمو اللي هو جدا جيد وعندها ازدهار اللي هي في المبيعات فكان في زي ورشه العمل يتحدثون فيها عن موضوع وش خططكم من انت بعد اللي هي خمس سنوات وخلافه فقالت انه انا ما فكرت ولا توقعت ابدا انه هذا النجاح انا راح احصل عليه ولا توقعت انه راح يكون عندي هذا اللي هي الكثافه في الطلب فكان في وسط الورشه التدريبيه هذه بعض اللي هو المستثمرين اللي جايين فعليا يدخلون عشان يكبرون هذا النشاط لانهم شايفين انه فعليا له رواج اللي هو بشكل جيد بمجرد ما سمعوا هذا الاجابه على طول مباشره سووا؟ انسحبوا لك الاجر ليش لانه اذا رائد الاعمال ما هو عارف الى وين يوصل فمعناته المستثمر ما يقدر المستثمر ما هو مضحي بمبلغه مقابل انه في شخص ما هو عارف وش يبغى فمهم جدا انه انا اكون مدرك لي أهمية أفكاري لأهمية خططي خاصة أنه دائما المستثمر يدوب أساسا تلقى لك مستثمر اللي هو جريء يدخل معك في هذا الموضوع طيب دخلت على نمو سريع النمو اللي هو العادي بدخل على نمو سريع نمو سريع زيادة يصير اسمك رقم ون أنت شخص مرة معروف هنا أنا لابدني أنا فعليا 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 أعرف وش الشيء اللي أنا أحتاجه افضل مرحله للبيع هي مرحله النمو السريع لان تكون انت في قمه توهجك في قمه نجاحك، اذا حسيت ان انت عندك باقي نفس للصمود في السوق وباقي عندك افكار الى الان ما طرحتها على ارض الواقع ممكن تستمر ما تبيع. لكن اذا انت تحس انه خلاص هذا اخر شيء آخر إبداع موجود عندك نصيحة قلبية فعلياً أنت تبيع في هذه اللي هي المرحلة في أشخاص مو شرط أن يكون عنده موضوع الإبداع أو غير اللي هو الإبداع أحياناً يكون عنده موضوع الملل. ما يحب الاشياء الروتينيه فيحب هو اساسا هوايته انه يدخل لمشروع ينجح يوصل قيمه معينه ويبيع ويطلع هو كذا الستايل اللي هو رياده الاعمال اللي موجوده عنده فممكن انا ادخل اللي هو في النمو السريع واتخذ اللي هي احد اللي هي استراتيجيات النمو للاعمال واخرج في هذا الموضوع. اذا ما بعت في النمو السريع شيء اكيد انه لازم يجيني منافس، انا صرت الان رقم واحد، الا ما يجيني منافس زي زي كثير اللي هي من الشركات، يعني لاحظ اول ما جاء اوبر كان خلاص هو اخر حبه، بعدين جاء بعدها كريم، بعدين بعد جاء تاكسي فاي، جاء جيني، جاء الى اخره، جاء مرسول، جا... اشياء كثيره صارت اللي هي تغطي، فكان هنا في عندي اللي هي مرحله جدا كبيره، وكريم كانت مره يعني خلينا نقول شاطره بما يخص اللي هو البيع في مرحله اللي هي النمو السريع. فالنمو السريع نرجع نقول ان هي افضل اللي هي مرحله إذا ما بعت في هذه المرحلة ولا تكيفت مع السوق ولا طورت ولا أعطيت استراتيجيات نمو موقع أو استراتيجيات علامة امتياز أو استراتيجية أي استراتيجية من اللي هي الضخم منشأتي وش بيصير عندي بيصير عندي مرحلة اسمها النضج أو الفتور أو الركود أو إلى آخره فبالتالي حيتعدون اللي هو الآخر ما رحت ما مت انا الى الان بس انه صرت تقليدي، ما صرت اللي هو خيار رقم واحد اللي هو زي سابقا، اوكي دخلت في مرحله اللي نضج، الى الان ما زلت انا اعتبر نفسي انه انا شخص جيد، والى الان اعتبر نفسي أنه ممكن انا اصمد اللي هو في السوق، بدخل الى مرحله اسمها الابتكار او اللي هي الاندثار، يا يعني انا ببتكر وبطلع بشيء جديد وبغير نموذج العمل زي ما زملائنا في هذه المنشاه سووها او ممكن انا اتخرج من السوق وابيع اللي هو المكان، طيب خلينا ناخذ استراتيجيات عندنا نوعين استراتيجيه نمو واستراتيجيه تلاشي، اتمنى نسوي كابشر على هذا اللي هو السلايد على اساس احنا نتحدث عنه او نستخدم اللي هي الاستراتيجيه بشكل سريع، طيب تهاني لان ودي اخذ الاسئله مع بعض على اساس لو ما صار عندنا اللي هو وقت يصير في على الاقل جاوبنا على عده اللي هي اسئله. مرحله النمو السريع القصد فيها يعني التسويق الصح ممكن يكون تسويق ممكن سمعه ممكن زياده العملاء ممكن انت عندك ميزه ما هي موجوده عند الاخرين مو شرط اللي يكون تسويق فيه كثير يعني مشاريع ما صار عندها تسويق عالي لكن صارت اللي هو نمبر وان زي عندك جاهز ترى ما عندهم التسويق اللي هو بشكل عالي وهذا يعني سمعتها من مختص في هذا المجال خلنا ناخذ الاستراتيجيات انا موجود في اي مرحله لازم انا استخدم اللي هي استراتيجيات، أول استراتيجية اسمها استراتيجية نمو الموقع. أنا الآن معروف على الأقل على المستوى اللي هو المحلي داخل منطقة الرياض، طب هل أنا أفكر أنه يكون عندي نمو في الفروع أو يكون عندي نمو في المواقع أو يكون عندي نمو جغرافي خارج منطقتي؟ مو شرط إني أنا أكون خارج الرياض، ممكن إنه أنا آه ما هو محمد اللي هو مرحله اللي هي النضج ما هي ما هي نقطتنا ترى المراحل المراحل ترى تحدثت عنها بس عشان اربطها في الاستراتيجيه المراحل المفترضه ان احنا مخصصين لها اللي هو ورشه اللي هي مختلفه لكن احنا طرقنا لانها مرتبطه عشان انا اعرف بالضبط وين المفترض اني انا استخدم اللي هي الاستراتيجيه فممكن انا اوصل الى مرحله اللي هي المبكره واحس انه في عندي طلب او في النمو السريع وفي عندي طلب طب اوكي خليني اغير الموقع. طب هل لازم الموقع يكون جغرافي؟ لا ممكن اخلي موقع اللي هو الكتروني يعني زي مثلا زميلنا اللي قال انا فتحت متجر الكتروني، طب قبل كان عندي اللي هي منطقه جغرافيه بس نتقفل خلاص طب اوكي انا مو معناته انه انا راح اقفل وخلاص وحينتهي عندي الموضوع، لا انا احط لي موقع اخر او وسيله اخرى او احنا نسميها قناه توزيع اخرى هذه كلها تسمى استراتيجيه نمو موقع. طيب هل المقصد في هذا الورشه انه انا بس اعرف هذه الاستراتيجيه وبس وانتهينا؟ لا، هي المقصد انه انا لما اختار هذه الاستراتيجيه أبحط دلالات او بكتب طرق او آه تكتيكات او اللي هي اساليب آه كيف اطبق هذه الاستراتيجيه اللي موجوده عندي، فنقطه اللي هي نمو الموقع كيف انت راح تطبقها اللي هو بشكل جيد. النقطة الثانية أو الاستراتيجية الثانية، وأنصح كثير اللي هي في نمو الموقع خاصة اللي هو موقع يعني سواء كان اللي هو جغرافي أو كان اللي هو موقع الكتروني. في عندنا استراتيجية ثانية من النمو تقولي لا والله أنا أبغى بنفس مكاني ما أبغى عندي تكاليف زيادة يا دوب أساسا مبيعاتي كويسة على الموقع اللي أنا موجود فيه، فأنا لو بفتح فرع ثاني ما راح يكون مجدي بالنسبة لي، ممكن أتخذ أكثر من استراتيجية وممكن أتخذ استراتيجية واحدة. فممكن تقول استراتيجية نمو اكتساب عميل جديد يومياً هي الاستراتيجيه اللي انا ابغاها فلما انت تحط هذه الاستراتيجيه لنفسك والموظفينك يمكن اللي حضر معانا اللي هي الورشه السابقه توقع العدد مقارب لل... لل... للعدد السابق لو انا حطيت مؤشر نتيجه لعملائي او لموظفيني هو عملاء داخلين لموظفيني قلت لهم احنا نبغى يكون عندنا استراتيجيه واضحه نبغى اكتساب عميل جديد كل يوم هم بيحطون لي مؤشرات الاداء انا ما راح اسوي شيء انا علي إني أنا أعطيهم الاستراتيجية وهم عليهم كيف التنفيذ، كيف بسويها، كيف بجيب لي عميل جديد يومياً، لأنه امتلاك عميل جديد أو اكتساب عميل جديد ترى ما هي بالأمر اللي هي السهل، ممكن أنا أبيع باليوم كثير لكن أنا أكتسب وإني أنا أكسب ولاء هذه نقطة اللي هي جداً مهمة، زي ما ذكرنا اللي هي تحويل العميل من مرة واحدة إلى عميل طويل المدى. طيب في عندي خطة لنمو الأعمال ثانية؟ لا يقول لك أنه أنت خل عندك استراتيجية وهذه أذكر في أحد المرات كان مبدع فيها أحد مصانع العصائر الطبيعية يقول أنا عندي استراتيجية كل يوم أو كل فترة أنمي منتج جديد أنا عندي خلطات موجودة بس مستحيل أنه أنا أنزلها للسوق مرة واحدة فلازم يكون عندي كل مرة انه انا نمو في المنتجات، كل مره انا اجيب وصفات اللي هي جديده معناها هي موجوده عندي بس انا جالس كذا ابتكر واطور فيها، لانه لو نزلت كل اللي عندي فما راح تكون خلاص حيستهلك كافه اللي هي مواضيع ففي اشخاص عندهم في مرحله اللي هي نمو المنشات تلقاه في مرحله اللي هي البدايه ومبكره يعطي كل اللي عنده، لا هو لازم يكون عندك اللي هي بالتدريج حتى وان كانت انت عندك اللي هي اشياء ولا تصير حتى توضح اللي هو العملاء الداخليين او الخارجيين انه ترى عندنا كثير بس علينا بس الى اخره، لا خلها نقطه اللي هي تسويقيه جيده بحيث انه دائما في استراتيجيه النمو عندك يعتبرون انت شخص اللي هي شخص متجدد. في عندنا استراتيجيه ثانيه للنمو اسمها استراتيجيه نمو الامتياز. اتذكر في احد المرات مركز دعم المنشات مشكور في هذه النقطه كان يتحدث عن نقطه انه في كل مره يستضيف رائد اعمال ناجح ويتحدث اللي هو عن تجربته في مجال رياده الاعمال ف القصة بحسب اللي هو ذاكرتي طبعا ذاكرتي شوية مثقوبة فلكم عليها شوي فكان فيه اللي هو رائد أعمال عمره قرابة 23 أو 24 سنة كان عنده يمتلك محل كنافه اللي هي حلويات فيقول انا في بداياتي رحت المحل معروف قلت لهم انا ابغى من عندكم علامه امتياز فقالوا انت ما عندك خلينا نقول الملاءه الماليه ولا تقدر واحنا اسمنا ونعرف معرف ايش والى اخره فيقول اثرت انه انا متمسك بهذا الحلم فاثرت انه انا اسوي هذا النشاط اسمها كنافه سميه فيقول بمجرد ما سويتها انتشرت يقول طبعا اصحابي اللي في الاستراحه كانوا يطقطقون عليه والى اخره يقول بس انا عندي اقتناع انه هذا المشروع حينمو حيكبر وبيكون له اسمه وبيكون له الى اخره اذا ما خانتني الذاكره انه حاليا عنده حوالي 29 فرع 30 فرع الناس بالضبط بس كان عدد اللي هو جدا ضخم كلها من استراتيجيه نمو الامتياز هو خلاص الفرع الاول اشتغل عليه حط خطه تشغيليه جيده له حط منتجات جيده سوى اللي هو براند مره ممتاز فصار بعدين لما توسع ولما سوى خطه نمو خلاها كلها على ايش علامات اللي هي الامتياز طيب وش علامات الامتياز ممكن نقرا فيها بشكل جدا عالي ايضا حتى كمان منشات عندهم تبويبه خاصه كلها في الامتياز التجاري ممكن نروح لها ونتوجه لها وفي اشخاص مختصين او مستشارين مهتمين في هذا الموضوع طيب. نجي على شغله اسمها استراتيجية نمو التسويق الإبداعي أنا ما راح أحط منتجات جديدة ولا بكسب عملاء جديد ولا إلى آخره بس في كل مرة زي بعض محلات او خلينا نقول محل يعني تقريبا هو اللي مره مشهور في هذا الموضوع اللي هو محل شاورما بدون ذكر الاسم عندهم استراتيجيه النمو التسويق الابداعي بشكل غير طبيعي في كل مره يبتكرون لك طريقه جديده تجذب اللي هو العميل حتى وان كان اللي هو المنتج ممكن احيانا عندهم استراتيجيه نمو المنتجات كل مره منتج اللي هو جديد والى اخره لكن هو مرتكز او او الاساسيه انه انا مركز على التسويق اللي هو بشكل عام او هذه الاستراتيجيه اللي هي الاساسيه في استراتيجية ذكرها أحد زملاء أنا في بداية اللي هي الورشة التدريبية أن في كل مرة أنا لازم يكون عندي استراتيجية انخفاض التكلفة مو بضروري كل مره لازم لما اكبر انه لازم تزيد عندي التكاليف، ممكن في كل مره انا اكبر اكون ذكي وفاهم مداخل ومخارج الشغله، فيكون عندي استراتيجيه خفض التكلفه ما يكون عندي اللي هي التكاليف بزياده، يصير عندك اللي هي الذكاء جدا عالي انه انا كيف اقلل التكاليف، كيف انا احول الموظفين عندي بدل ما يكون بنظام اللي هو الراتب بنظام اللي هو النسبه، اذا كان نشاطك يسمح في هذا الموضوع، بدل ما انا والله افتتح اللي فرع اخر ويكون اللي هو داعم لنشاط ممكن يكون عندي موضوع اللي هو الاندماج او الشراكه او اللي هي التعاقدات مع الجهات الاخرى فممكن يكون اللي هو امر جيد بالنسبه لي، ففي اشخاص هوايتهم اللي هو موضوع خطه اللي هي نمو او خطه اللي هي انخفاض التكلفه، ممكن يكون عندنا استراتيجيه نمو والاستحواذ انه انا استحوذ على الشركات خاصه انه حاليا كثير يعني لو دخلنا اللي هو على تويتر او الجروبات او الى اخره كثير نقطه اللي هي استحواذ 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 بشكل اللي هو غير طبيعي خاصه للمشاريع اللي هي المتعثره فممكن يكون الاستراتيجيه الحاليه اللي موجوده عندي عشان انا اكبر بدل ما انا والله اسوي منشأة جديدة أو بدل ما أنا أكسب اللي هو شيء جديد أجي عند مشروع متعثر يمكن بس العثرة اللي موجودة عند الأمور المالية وأنا أمتلك اللي هي الأمور المالية لكن هم عندهم التراخيص وعندهم الكفاءات وعندهم الأصول اللي هي الموجودة وخلافة فأنا أبدأ من حيث أنت الآخرون مجرد ترتيبات لهذا النشاط فتعتبر بالنسبة لي أمر اللي هو جيد زي ما سو كبير من الشركات سوتها سواء اللي هو بيبسي أو كوكولا أو إلى آخر اللي هي من الشركات أو زي ما ذكرنا قبل شوي في موضوع اوبر نجي على موضوع استراتيجيه نمو والاندماج الاندماج من الاستراتيجيات اللي ما اقول انصح فيها قد ما هي من الاستراتيجيات المفضله يعني احب كثير استراتيجيه الاندماج ليش لانها تخفف عندك التكلفه تزيد عندك الاصول تزيد عندك الخبرات تزيد عندك الكفاءات تجعل القيمة الأصولية أو اللي هي الأصول اللي هي موجودة عندك اللي هي بشكل أفضل تستفيد من العملاء تقدر تتوسع اللي هو المجال أفضل فكثير أفضل اللي هو استراتيجية من المنشآت لكن نعرف مع من نندمج وش راح يقدمون لي وش راح أنا أقدم لهم كم الحصص وكم النسب اللي تكون موجودة ممكن يجي سؤال إنه كم تكون نسبتي بالغالب إحنا دائما نقول على حسب أصول اللي هو كل شخص موجود معنا طب هذه اشياء عشان انا انمو طب انا انسان ما ابغى انمو انا احس انه هذا مستوى النجاح اللي انا وصلت لكافي ووافي او ممكن انه انا احس انه هذا النشاط اللي انا فيه مستحيل انه يكمل ففي اي مرحله من المراحل اللي موجوده عندنا هنا انا ممكن اخرج اوكي يعني مو ضروري اني انا استخدم اوصل لمرحله معينه عشان انا اطلع فخلنا ناخذ اللي هي استراتيجيات التلاشي اذا احد يبغى انواع الاستراتيجيات وصفها او مزاياها او عيوبها ما راح اتطرق لها بسبب ضيق الوقت لكن ممكن يعني شرحتها اللي هو بالمحاضره لكن ممكن احد يستفيد منها اللي هو بشكل مفصل استراتيجيات خطه التلاشي زي ما ذكرنا قبل شوي انه في النمو انا ابغى استمر أنا ما أطلع أنا أحب أنه قدري يكون أنه أنا رائد أعمال وأستمر في هذا الموضوع لكن تلاشي لا أنا أبغى أطلع ممكن النشاط ثاني أو ممكن أنه أنا أتوجه اللي هو للمقاعد الوظيفية أو الدراسية ممكن ما أستمر في هذا الجانب فعندنا استراتيجية أنك تبيع ولما تبيع لازم من الآن أنت تحط كم القيمة اللي أنت ودك تبيع فيها ونحط في بالنا أنه دائماً المشروع اذا كان يحتوي على جزء من التقنيه فهذا معناته انه حيضخم اللي هي القيمه الخاصه فيه، لكن اذا كان مشروع اللي هو مباشر ممكن يكون اللي هي قيمته عاديه، فمهم جدا احنا ندخل الجزء التقنيه سواء كان متجر او ابلكيشن او موقع والى أو اخره بحيث انه هو يكون التقييم له اللي هو اعلى. ممكن لا اذا كانت عندك اللي هي آه شركه ممكن ابيع حصه من المنشاه ممكن ما ابيع اللي هو المنشاه كامله ابيع يعني حصه منها واتلاشى من هذا اللي هو الجزء او ممكن استحواذ من شركه اخرى. طيب وش الفرق انه انا استحوذ او يستحوذ علي؟ استحوذ معناته انه انا في يكون عندي خلينا نقول القياده او اللي هي زمام اللي هي الامور، لكن لما يستحوذ علي انا بالنهايه بنطفي. بالنهايه خلاص حيموت اللي هو الاسم بعكس الاندماج الاندماج اسمي موجود واسمهم موجود واصولنا موجوده صح احنا بنفلتر بعض الموظفين بنفلتر اللي هي بعض الاشياء اللي موجوده بحيث ان احنا لما يكون اندماجنا يكون اللي هو بشكل جيد لانه الاندماج دائما يسعى الى تخفيف التكاليف وزياده اللي هي الارباح او ممكن شخص ما عنده ابدا في موضوع اللي هي المفاوضات او اللي هو الاخذ والعطاء او اللي هي النقاشات فيقول لك انا بحط اغلاق او بحط اللي هو في اشخاص ممكن يمكن ما ذكرتها هنا موضوع اللي هو التقبيل ممكن يعتبر اللي هي من القواعد او من اللي هي الاستراتيجيات اللي ممكن انا اخذها طيب السؤال هنا انا احنا خذينا قبل شوي موضوع اللي هو الخروج او خذينا موضوع اللي هو آآ مراحل آآ نمو المنشاه وبناء على المراحل انا كل مره لازم انا احط لي استراتيجيه سواء كانت نمو او اللي كانت اللي هي تلاشين طيب في اي مرحله في أي مرحلة المفترض إنه أنا أخرج الفكرة أو البدء أو المبكرة أو النمو أو النمو السريع وش الاستراتيجية الجيدة عشان أنا أخرج ودي أشوف تفاعلكم في الكيو آند آي في أي مرحلة المفترض إنه أنا أخرج هل في مرحلة النضج هل في مرحلة المبكرة وش المرحلة المفضلة اللي مفترض إنه أنا أخرج فيها ما شاء الله التفاعل جدا عالي، اوكي النمو والتلاشي النضج 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 يبدو لي، اوكي النمو السريع. اوكي طيب وش الاستراتيجية؟ احنا انتم الآن حطيتوا اللي هي المراحل وجيد انكم حطيتوا المراحل، بس وش الاستراتيجية؟ لو انا كانت عندي النمو او النمو السريع، ما شاء الله تبارك الرحمن، التفاعل عندكم مرة رائع، طيب وش الاستراتيجية اللي باخذها؟ سواء كانت نمو أو تلاشي. وش لانها اعلى المشروع عند النضج التام والاحساس بعدم تقديم شيء جديد مفترض انه انا ابيع جيد اذا لقيت لك احد يشتري منك في عمر خلال هذا الوقت ترى في النضج معناته انه كان صرح من خيال فهوى ترى هذا هذا التعبير السليم لل... للمرحله مرحله اللي هي النضج اي استراتيجيه حلو سؤال محمد مره مهم يقول ليش الخروج ليش انا اخرج؟ احنا قلنا في البدايه لما انا احط لي خطه نمو سواء كانت نمو او تلاشي كل اثنين تراها كلها تعتبر بالنسبه لك نمو. اي ثنتين سواء انا بستمر او انا بتلاشى ترى هي بالنهايه نمو بالنسبه لك هي فائده. احنا قلنا ليش انا اطلع لانه ما عندي شيء اقدمه. او ممكن انه انا لو استمريت ممكن انا اخسر. او ممكن انه الاندماج بالعكس يكون حاجه مره ممتازه بالنسبه لي. ما اقدر ابتكر زياده. احنا قلنا هذه المراحل يقول لك في كل مرحلة من هذه المراحل كل اجوبة تكون صح. في كل مرحلة انت تقدر تستخدم استراتيجية خروج. سواء انا كنت بالفكرة يعني اتذكر في احد الشخصيات الله يذكرها بالخير كانت معنا كمان اللي هم مستفيدين منشآت واحنا طبعا دائما مستفيدين منشآت ترى عندنا ولاء غير طبيعي لكم ونحفظ اسماءكم يعني فكان في احد المستفيدين كان اسمه انس يقول انا هوايتي في الحياة ابيع افكار. فهو من البدايه تخرج من الفكره ما دخل فيها ولا بناها ولا دخل في البدايه ولا دخل في المبكرة ولا ولا ازعج نفسه في هذا الموضوع فيقول لك من البدايه انا استخدم استراتيجيه اني انا ابيع الفكره فيقول بيع الفكره في هذه المرحله هي مرحله مرحله منشاه مساله انه انا افكر واخطط وشيء جديد صح انه كثير يذكر انه الافكار جدا كثيره وجدا متسعه إلى اخره لكن اقدر استثمر فيها احنا دائما نقول البيع ما هو بشرط أن يكون خسارة البيع ربح بالنسبة لك لما أنا أبيع لما أنا أقبل هذا يعتبر هي بالنسبة لي جدا اللي هو رائع فنقطة أنه أنا أبيع في مرحلة الفكرة هذا نقطة جدا ممتازة أو ممكن في بداية المشروع أنا دخلت في المشروع لكن حسيت انه هذا المشروع مجهد بالنسبه لي وانا توني في بدايه توني في التراخيص توني ما تكلفت في يعني في اصول اوكي معينه ممكن اقدر ابيع اللي هي في مرحله اللي هي بدء المشروع تقبيل لعدم التفرغ، بيع، اندماج، دخول مستثمر جديد، دائما الخروج لا يعني البيع. الخروج ما يعني اني انا بطلع معناته انه انا بدخل شريك معي او بدخل اللي هو شخص اخر معي بحيث إن تتعاظم عندي اللي هي القيمه بشكل جيد، بندر يقول اعتقد لكل مرحله خروج قيمه مختلفه شيء اكيد. اوكي؟ ممكن نندمج في مرحله النمو يس ممكن اندمج ممكن انا اوصل لمرحله النمو واحس اني انا احتاج ولا شرط انه الاندماج يكون ترى بنشاط مواكب لي ممكن الاندماج يكون بشيء مختلف تماما عني نفترض انه انا مطعم او, أو مثلا مدرسه زي اللي تكلمنا قبل شوي عن موضوع اللي هو المدارس او انا مدرسه فممكن انه يكون عندي الاندماج ما مثلا مع شركه توصيل شيء ما له علاقه بس مكمل لي ممكن انا اندمج معاهم لاني حسيت انه انا دائما احتاجهم ممكن انا في مرحله اللي هي مبكره ممكن انا اندمج مع مع اي شخص ممكن ادخل زي ما قلنا اللي هو مستثمر معانا وخلافه من هذه الامور ففي كل مرحله لها خصائص اللي هي معينه فلا بد من معرفتها ومعرفه انت وش تحتاج يعني نفترض انه انا والله اتكلم انا عني كشخصيه ساره ما عندي اشكاليه في موضوع الاندماج يعني ابدا ولا واحد في المئه لانه انا عارفه وش لي وعارفه وش علي والى اخره لكن ممكن انا مثلا ما افضل فكره العلامة الامتياز ما افضل هذه النقطة انه احس صح انه في قواعد واصول وخطط اللي هي تشغيلية وفي شيء معين الاشخاص جالسين يمشون عليه فما راح يضرني اللي هو الجودة، لكن ممكن انا من الاشخاص اللي عندي حساسية مفرطة في هذا الموضوع، فاحس انه انا لما اعطي اسم الاخرين ممكن يهزني ممكن انه يوترني فهي بعد ترجع على حسب انت شخصيتك وترجع على حسب مكانتك في السوق ولازم تستشير فيها احد اساس كذا احنا دائما نقول في اي خطه نمو لازم انت او خطه نمو او خطه استراتيجيه او لازم تضع معك طرف اخر احيانا النظره الفرديه ما تعطينا اللي هي الصوره الكافيه فممكن يكون عندنا اي استراتيجيات في استراتيجيه يمكن ما عقبت عليها بشكل هو كبير اللي هي استراتيجيه نمو الموقع تراها جدا اللي هي مهمه هل في مرحله النمو السريع تتحقق اعلى قيمه سوقيه يس 100% هي افضل مرحله النمو السريع افضل مرحله مفترض انه انا استخدم فيها خطه النمو اللي هي او خطه التلاشي اللي هي البيع هذه افضل مرحله اللي هي موجوده عندنا لانه اسمك ترند ولا الى اخره في بعض خلينا نقول المنشآت في قطاع اللي هو التغذية من الدول الخليجية هي أساسا استراتيجيتها في النمو أنها تجي مثلا المملكة العربية السعودية وتفتح مثلا عندك مطعم أو محل عصائر أو كافي أو إلى آخره لحد ما تخلي قيمته اللي هي السوقية جدا عالية وتعطيه تسويق اللي هو جدا ممتاز لما توصل لمكانة معينة تطلع اللي هو من السوق هذه هذه استراتيجيتها في موضوع اللي هو النمو فلكل خلينا نقول قطاع أمر اللي هو مختلف خلينا ناخذ أسئلتكم زيادة بعد باقي مع اللي هو خمس دقائق. أنا عاجبني تفاعلكم ما شاء الله جداً في هذه الورشة التدريبية. في كل ورشة أنتم تبارك الرحمن يعني رائعين، لكن ما شاء الله تبارك الرحمن خلال هذه الورشة الأسئلة اللي هي كثير. طيب ممكن أندمج في مرحلة النمو؟ قلنا يس، ممكن نندمج مرحلة النمو، بس نبغى اللي هي نشوف الـ الـ الأسئلة اللي ما جاوبنا عليها. طيب يا ريت تتوسعين في نقطة اللي هي النمو السريع، طيب خلينا نرجع شوي للنمو السريع وشوف اللي هي الخصائص لها وش هي بالضبط عشان احنا نتحدث عنها، طيب وش هي مراحلها؟ طبعا لها تفصيلات كثيرة يعني لها في تمارين معينة وفيه آه قراءات معينة أو خلينا نقول تقارير معينة تبين لك أنت في أي اللي هي مرحلة من هذه المراحل وش الشيء أو المتطلبات أو المهام اللي لازم أنا أسويها في كل مرحلة عشان أنتقل من واحدة إلى الثانية، النمو السريع وش يقول لك؟, يقول لك أنت تاخذ الدور الرئيسي، انت رقم واحد بالنسبه لي هو العميل، يعني اذا انت يا فيصل مثلا محل تأجير سيارات، او صيانه، او الكترونيات او إلى آخره، اول خيار يجي في بالي انت قبل الجميع، قبل الجميع، اذا انت وصلت لهذه المرحلة ولهذه المكانة عند العميل، معناته انك انت فعليا شخص قدرت توصل اللي هو النمو السريع اللي هو الطريقة اللي هي جدا عالية. طيب وش يقول لك بعد الخصائص اللي هي الثانية؟ يقول لك انك انت آه مخاطر تتمثل في تخصيص كثير من موارد الاعمال مع عدم ضمان الاستمرارية. جالس تضخ مبالغ بس ما تدري انت بتستمر ولا لا. عشان كذا يقول لك انت تحس انه هنا لما انت تصرف تصرف يعني في اشخاص يقول لك انا باليوم الواحد ما لا يقل عن 30 الف. انه انا جالس اضخ اللي هو في المنشاه، هنا معناته انه هو وصل لمرحله انتاج جدا اللي هو عاليه، هذا نتكلم اللي هو على المنشات الصغيره والمتوسطه، ما نتكلم عن المنشات اللي هي الكبيره. يقول لك لما انا اوصل لهذه المرحله خاصة انا اعرف نفسي انه انا فعليا اللي هي ناجح. في نقطه ثانيه كمان يقول لك فريق اداره محترف اللي موجودين عندك عارفين فعليا كيف يديرون العمل، كيف يقدرون يستفيدون اللي هي من كل خلينا نقول الموارد اللي هي الخارجيه للمنشاه بلس انه دائما يكون عندك فكره انه ليش انا دائما ما ابيع اساس كي قلنا انها هي افضل مرحله من مراحل اللي هي بيع المنشات او البيع اللي هي استخدام اللي هي الخطه هل تطوير المنتجات وتوفير منتجات جديده يعتبر من النمو السريع يس من النمو هي كلها استراتيجيات نمو اخونا تركي العمري كلها استراتيجيه سواء انا دخلت منتجات جديدة أو دخلت اللي هو عميل هذه كلها استراتيجية اللي نمو. كل ما كانت عندك الاستراتيجيات واضحة كل ما كان اللي هو أسهل لك بعد قليل إن شاء الله الساعة الثلاثة راح نأخذ شيء اسمه التخطيط الاستراتيجي وراح نعرف كيف أنا أضع الاستراتيجية نفترض أنه أنا حطيت في بالي أنا حيكون عندي استراتيجية مثلا تخفيض التكلفة أو استراتيجية نمو الامتياز كيف أنا أحط هذا اللي هي على أرض الواقع طيب راح ناخذ مين حسان سؤالك ان شاء الله حيكون تفصيلي تبارك الرحمن فحيكون ان شاء الله اللي هو الاجابه له كتابيه لانه ما نقدر اللي هو ناخذ جميع الاسئله اللي هو بشكل شفهي فراح ناخذ له الاجابه وراح تنشر اللي هي على منصات التواصل الاجتماعي العماري شكرا جزيلا لك يا تركي العماري طيب ايهما يسبق التحليل الرباعي او مخطط العمل؟ دائما احنا نقول في نماذج العمل اي نموذج اداري آه لا يكون عندنا التفكير الازلي او التفكير الجدلي في موضوع وش الشيء اللي قبل الشيء؟ نموذج العمل التجاري قبل دراسه الجدوى، دراسه الجدوى قبل التحليل الرباعي بما انك انت وضعته هو انت بتعدله فسواء كان قبل او كان بعد المهم الحداثه في آه النماذج، سمي يا قبل أن نطلع. كيف ادرس موضوع مشروع اذا كانت نسبه تواجده قليل في السوق؟ أه قد يخيل لنا احنا دائما انه المنتجات او المشاريع أه منتجات نادره، لكن فعليا لما اسوي دراسه السوق على اساس كدراسة دراسه الجدوى هي ثلاثه عناصر، دراسه السوق ودراسه الامور الفنيه والماليه، دراسه السوق لابد تكون مره تفصيليه ولازم تكون تحليليه، واذا اضطر الموضوع انك انت تتوظفين في احد الجهات اللي تقدم هذا الشيء واي نوت بحيث انك انت تعرفين هذه النقطه اتمنى فعليا انه احنا افدناكم خلال هذه المحاضره او الورشه التدريبيه القصيره 45 دقيقه كنت مستمتعه جدا فيها معاكم في خطه نمو الاعمال اتمنى اني انا افدتكم اشوفكم على خير ان شاء الله في دورات او في ورش مستقبليه 10 دقائق او ربع ساعه باذن الله حنبدا اخر ورشه تدريبيه معي ولا ما شاء الله منشات الى الساعه 10 الليل موجودين أنصح كثير بحضور البرامج التدريبيه معهم شكرا جزيلا لكم